السلام عليكم ورحمة الله everyone. We continue our enjoyment, and in this video you're gonna know some surprises. So let's not talk too much and let's kill your curiosity. Let's jump directly into our scene and let's know these surprises. يا أطفال ابتعدوا عن المبني كامبام هوليسيسياس. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. كانت هوليسيسياس طائر. يا أطفال ابتعدوا عن المبني كامبام هوليسيسياس. يا أطفال ابتعدوا عن. This is our first phrase guys. يا أطفال ابتعدوا عن. Amelihank Spresisius. This is a very, very hard word. I didn't know how he say it, but this is a type of flower. This flower you are looking at right now. So, يا أطفال. Oh, kids. يا أطفال. ابتعدوا عن. Get away. ابتعدوا عن. ابتعدوا عن. Get away. All right. Let's listen again to this phrase. يا أطفال ابتعدوا عن المبني كامبام هوليسيسياس. ميدي كام هوليسيسياس. What a word guys. طائر. يا أطفال ابتعدوا عن المبني كامبام هوليسيسياس. 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 علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. علمتني كلمة صعبة يا سيد هوبس. So علمتني. You taught me كلمة صعبة. A hard word. سيد هوبس. Mr. Hobbs. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. You taught me a hard word. سيد هوبس. Even this fox considered this word hard. Not only me. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. كانت عائلتي هوليسيسياس. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. كانت هوليسيسياس. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. كانت عائلتي هوليسيسياس. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا. Wow guys. Now the fox is revealing some surprises. He's revealing some surprises. كانت عائلتي تطلق عليها. Let's write it down. كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا. العاوون ليلا. So my family. كانت عائلتي. My family تطلق عليها. كانت عائلتي تطلق عليها. My family was calling it. We're talking about it refers to the flower. We're talking about the flower right now. We're still with the flower. كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا. Keep in your mind العاوون ليلا. This word guys, because we need it. It has been already mentioned in the movie previously, but we still need it. العاوون ليلا. So العاوون means howlers. 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 Howl like ooh, howlers. العاوون. What about the word العاوون ليلا? Night howlers. So basically, his family was calling this flower night howlers. Night العاوون ليلا. So as I told you, his family was calling this flower العاوون ليلا. Night howlers. ماذا قلت؟ أو يتكلم. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا.
لم تني كلمة صعبة سيد هوبس، كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا. لم تني كلمة صعبة سيد هوبس، كانت عائلتي بوليسيسياس. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس، كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا. So we got two phrases here. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس. You taught me a hard word, Mr. Hobbs. كانت عائلتي تطلق عليها. I'm reviewing with you guys. كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا. My family was calling it night howlers. Oh my goodness. Look at the face of Judy. انظر إلى وجه جودي. Now she's surprised. Maybe she's connecting some old memories right now. Let's see what's gonna happen, guys. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ What did you say? ماذا قلت؟ أوه، يتكلم عن هذه الأزهار. يتكلم عن هذه الأزهار. Because he's talking about يتكلم عن هذه الأزهار. We're gonna reveal some information, some surprises, some secrets in this video. Stay tuned. يتكلم عن هذه الأزهار. So he's talking about these flowers. يتكلم عن هذه الأزهار. Excuse me. يتكلم عن هذه الأزهار. He's talking about these flowers. يتكلم عن هذه الأزهار. Alright. استخدمها. ماذا قلت؟ أوه، يتكلم عن هذه الأزهار. أستخدمها في إبعاد. ماذا قلت؟ أوه، يتكلم عن هذه الأزهار. أستخدمها في إبعاد الحشرات. ماذا قلت؟ أوه، يتكلم عن هذه الأزهار. أستخدمها في إبعاد الحشرات، لكن أبعد الأطفال عنها بسبب ما حدث لعمك تيري. تيري أكل في إبعاد الحشرات، لكن أبعد الأطفال عنها بسبب ما حدث لعمك تيري. تيري أكل واحدة كاملة ونحن صغار. تيري أكل واحدة كاملة ونحن صغار. Who is Terry, guys? Terry is the Judy's uncle. Terry أكل واحدة ونحن واحدة كاملة ونحن صغار. We're talking about Judy's uncle. Terry ate أكل واحدة كاملة. Terry ate one full flower when we were young. ونحن صغار. Terry أكل واحدة كاملة ونحن صغار. Terry ate a whole flower when we were young. So our phrase is Terry أكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. تيري أكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. We got a very new expression right here. So what we're gonna do is Terry, that's Judy's uncle, ate أكل واحدة one كاملة a whole one واحدة كاملة ونحن صغار when we were young. وجنة جنة. I want you to focus on these two words because we got a new expression. وجنة جنونة. This is a very common expression in Arabic, which means he became mad, so mad. All right. تري أكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. Okay, let's keep going.
بشرافة. كلا واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك في إبعاد الحشرات، لكن أبعدوا الأطفال عنها بسبب ما حدث لعمك تيري. تيري أكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك في إبعاد الحشرات، لكن أبعدوا الأطفال عنها بسبب ما حدث لعمك تيري. تيري أكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشرافة في إبعاد الحشرات، لكن أبعدوا الأطفال عنها بسبب ما حدث لعمك تيري. تيري أكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشراسة. ضرب أمك بشراسة. ضرب أمك بشراسة. So ضرب أمك here means Terry has beaten up your mom, beaten up your mom بشراسة. Violently. Violently بشراسة بعنف. Violently. So Terry beaten up your mom violently, and this is what the dad was saying to Judy. ضرب أمك بشراسة. كلا واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشراسة. الأرنب. Excuse this music. I couldn't have a solution to separate the music from the scene. I do believe music in Haram and Islam, but I have no idea how can I remove the music from the track. Let's keep going. يمكن أن يتوحش. يأكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشراسة. الأرنب يمكن أن يتوحش. الأرنب يمكن أن يتوحش. Let's write down this phrase. الأرنب, because she got something in her mind right now. Something like now is like, what should I say? Something came into her mind. الأرنب يمكن أن يتوحش. الأرنب يمكن أن يتوحش. So the rabbit can turn into a beast. يمكن أن يتوحش. The rabbit can turn into a beast. الأرنب يمكن أن يتوحش. يأكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشراسة. الأرنب يمكن أن يتوحش. يأكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشراسة. الأرنب يمكن أن يتوحش. كلا واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشراسة. الأرنب يمكن أن يتوحش. يتوحش كلمة فيها مبالغة لكن يكون مؤذيا. نعم بالفعل، هناك علامة كبيرة في ذراعك، هذا توحش. ملعون ليلا زهور، ليس ذئابا. Alright, she got another thing. She got another thing now, right now. Things are just keep coming into her mind. I'm sorry. So العاون ليلا أزهار، ليس ذئابا. لكن يكون مؤذيا. نعم بالفعل، هناك علامة كبيرة في ذراعك، هذا توحش. العاون ليلا زهور، ليس ذئابا. العاون ليلا زهور، ليس ذئابا. العاون ليلا زهور، ليسوا ذئابا. Night howlers are flowers, not wolves. Wolves. العاون ليلا زهور، ليسوا ذئابا. لكن يكون مؤذيا. نعم بالفعل، هناك علامة كبيرة في ذراعك، هذا توحش. العاون ليلا زهور، ليسوا ذئابا. لكن يكون مؤذيا. نعم بالفعل، هناك علامة كبيرة في ذراعك، هذا توحش. العاون ليلا زهور، ليسوا ذئابا. الزهور تجعل المفترسين متوحشين. واو. Now she solved the case. الزهور تجعل المفترسين متوحشين. الزهور. Let's write it down, and I want you to pay attention while I'm writing down. الزهور
تجعل المفترسين متوحشين. Flowers الزهور. Flowers تجعل make المفترسين. We've already all of you know this word, guys. المفترسين. What does the word مفترسين means? Good job, predators. متوحشين. So الزهور flowers make predators beasts. متوحشين. Savages. You can say savages or beasts. Beasts. الزهور تجعل المفترسين متوحشين. هذا هو مربط الفرس. زهور ليسوا ذئابا لكن يكون مؤذيا. نعم بالفعل، هناك علامة كبيرة في ذراعك، هذا توحش. العمون ليلا زهور ليسوا ذئابا. الزهور تجعل المفترسين متوحشين. هذا هو، هذا ما كان غائبا عني. Now she is going back to the city Zootropolis to keep solving the problem, the case. Alright, now your job is listen again to this scene, watch this scene again without my explanation, without me. I will just keep watching like you. Let's improve your listening. ابتعدوا عن الميد. على أي حال أحضرت لكم هذه الفطائر. يا أطفال ابتعدوا عن الميدني كامبام هوليسيسياس. علمتني كلمة صعبة سيد هوبس، كانت عائلتي تطلق عليها العاوون ليلا. ماذا قلت؟ أوه يتكلم عن هذه الأزهار، أستخدمها في إبعاد الحشرات، لكن أبعد الأطفال عنها بسبب ما حدث لعمك تيري. تيري أكل واحدة كاملة ونحن صغار وجن جنونه. ضرب أمك بشراسة. الأرنب يمكن أن يتوحش. يتوحش كلمة فيها مبالغة لكن يكون مؤذيا. نعم بالفعل، هناك علامة كبيرة في ذراعك، هذا توحش. العمون ليلا زهور ليسوا ذئابا. الزهور تجعل المفترسين متوحشين.